الأزهار وتبدأ تبادل المعارف كما جاء في الآيات والناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. والتعارف هو تبادل المعارف، تبادل العلم، تبادل المنتجات الحضرية، كل شيء. فهذا هو التعارف في ديننا، هو مطلوب شرعا، أي التعارف، أي اقتباس، تقابس الحضارات، أنا أقتبس منك وتقتبس منك. وبالمناسبة فالغربيون اقتبسوا كل أسس حضارتهم من حضارة الإسلام، كل الأسس الكبرى، ولكن صبغوها بطبع لا طبع لا ديني، بطبع مادي ضدا على الدين عندهم الذي تسبب لهم في انحطاط 10 قرون من الزمان. ولذا حينما وصف ماركس الدين بأنه أفلون الشعوب وأنه زفرات المستضعفين ونعت الدين بالظلامية، ففي الواقع هم كانوا يقولون ويصفون واقع حيا، وهو أن الكنيسة والإقطاع تسببوا في عصر الظلمات وتسببوا في انحطاط حضاري. لكن لو قرأ ماركس، لو قرأ تجربة الإسلام، أنا متأكد بأنه لن يحكم على دين الإسلام بهذا اليوم، لن يقول بأنه أفلون الشعوب، بل سيقول بأنه رافعة الشعوب، لأن هناك فرق كبير في تجربة الإسلام وتجربة المسيحية الخاصة وسط التي لم يعيها مع الأسف العلمانيون عندنا في دار الإسلام. إذن فقلت بأن الحوار بيننا وبين الغرب فيه كثير من المساحات التي لا بلد عليها، هذا عامل عقدي فلسفي، لكن إلى جانب هذا العامل الذي هو معين لنا على الحوار مع الغرب، عندنا عامل تاريخي مباشر اليوم يدفعنا إلى ضرورة الحوار، بل ويدفع الغرب إلى ضرورة الحوار مع المسلمين والإسلام، وأقصد به الاتحاد الأوروبي. في تقديري بأن الاتحاد، لأن تعرفون الآن بأن قوانين الحضارة القرن 21 وسنة العام تسير في اتجاه سلبي في الغرب، فالحضارة تنتقل شرقا، الصين ستصبح قوة ضاربة اقتصادية في العالم 2030. بل أقول لكم بعد بضع سنوات ستكون الصين قوة وليس الولايات المتحدة. حسب الدراسات المستقبلية الصين في 2030 ستمتلك 28% من الإنتاج الصناعي العالمي، تليها الولايات المتحدة بنسبة 18%، تليها بعد ذلك الهند، ثم بعد ذلك يعبرون بأكمل. أما ألمانيا واليابان كدول مستقلة فلن تعود لها قيمة كبيرة في التاريخ بعد 30 قرن. إذن هناك انتقال عميق للحضارة المادية من الغرب نحو الشرق. هذا القانون بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو أخطر، لأن الاتحاد الأوروبي يعاني من سنن تاريخية كارثية، ألا وهي سنة التناقص السكاني. فالغرب في الاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا ما عدا فرنسا والولايات المتحدة هي التي ما زالت فيها إمكانية تجديد الأجيال البيولوجية في العقود المقبلة، ما عدا ذلك كل الآن دخل عصر الشيطان. وأعطيكم بعض الإحصائيات التي هي من دراسة علماء الديمغرافية الغربيين وعلى رأسهم إيرفينغ الألماني، هو من كبار علماء الديمغرافية من فقهه. يقول في إحصائيته بأن عدد الألمان اليوم 86 مليون، الألمان في نهاية القرن 35 مليون، عدد الإيطاليين اليوم 56 مليون في نهاية القرن 15 مليون، عدد الإسبان 44 مليون في نهاية القرن 11 مليون، وقس على ذلك اليونان وإنجلترا، كل شعوب أوروبا بما فيها روسيا بل واليابان دخلت عصر الشيخوخة. فماذا يمكن أن يحدث الاتحاد الأوروبي إذا فرغ من قوته العضلية والدينية؟ سينهار كل بساطة، وقد ينهار. وقلت للمفكرين والمسؤولين الإيطاليين في محاضرتين في صقلية، قلت لهم قد تنهارون في منتصف القرن. وأنا في تقديري من ذكري أنا لا أريد الاتحاد الأوروبي أن ينهار. هذه الحضارة المتألقة التي سهلت ويسرت الحياة لنا
وللعالم، لأن مهد الحضارة الحديثة هي أوروبا. لا يجوز أن يكون مآلها هو عقابها، هو انهيارها. فإذا إمكانية انهيار الاتحاد الأوروبي واردة في منتصف هذا القرن إذا لم يتم وضع علاجات استراتيجية لمسألة التناقص الديموغرافي في أوروبا. ما الحل؟ الحل بكل بساطة للحصول على القوة العضلية والقوة الذهنية هم المسلمين. بمعنى آخر هم الضفة الجنوبية الشرقية للمتوسط. لإنقاذ الضفة الشمالية الغربية للمتوسط. لأننا نحن ما زال عندنا على الأقل، وإن كان المغرب دخل كارثة التناقض الديموغرافي، لكن بشكل عام ما زال المسلمون الأكثر خصوبة، وأنتم ما زلتم أكثر خصوبة. ما أعرف حال والدين وش ربع الفوق لك كان ربع الفوق جيدة جدا. فالمسلمون الأوروبيون هم الأساس، سيساعدون على إنقاذ وطنهم الأوروبي من انهيار الحضاري والعمراني في هذا. أيضا المسلمون من الضفة الجنوبية الشرقية يمكن أن يمدوا العون السكاني للضفة الشمالية الغربية من أجل الإنقاذ من انهيار، نظرا لأننا ما زلنا نمتلك فائضا من القوى الشبابية بالخصوص. فنحن نعيش هيبة ربانية في الشمال، في شمال افريقيا. فالشباب يمثلون 66% من سكان المنطقة الجنوبية الشرقية للمتوسط، وهي هيبة نادرة لا تتكرر، ستبدأ في التناقص بعد وقت. طبعا هذا أمر، ولهذا أعرف بأن ألمانيا تحت شعارات حقوق الإنسان قبلت 100,000 من السوريين تحت شعار حقوق الإنسان، لكن في الواقع ألمانيا تعرف نفسها بأنها قد دخلت عصر الشيخوخة، وبأن لا بد من تشبيب الشعب الألماني، وتشبيب الشعب الألماني من الداخل غير ممكن. جاءت هيبة تاريخية، هيبة تعرفون بأن الذين هاجروا من بلاد الشام وما أدراك من بلاد الشام هم العقول، وليس الذين جاءوا من رعاة بقر كما كانوا عندنا يأتون من شمال إفريقيا وإفريقيا إلى أوروبا. لا، هؤلاء جاءوا أطباء ومهندسين وعلماء وإداريين وخبراء ورجال تعليم، بمعنى ثروة سكانية مؤهلة. عرفت إيش نقدر الدجاجة كمونة كما تقولون وهكذا. طبعا هي مأساة، نقول بأن ما حدث للسوري هي مأساة، ولكن بمنطق المؤرخ أقول بأن قد تكون فتحا عظيما في أوروبا في المستقبل، وقد تكون إنقاذا للعمران الغربي، لأن مليون سوري من 20 سنة قد يعطيه 10 ملايين أو أكثر، وهي قوة ذكية. وتم اختبارات الذكاء التي قامت بها ألمانيا، وجدت بأن المواطن السوري يتوفر على درجة ذكاء عالية جدا. فهذه هيبة ربما للألمان وللغرب، ولكن هيبة أيضا للمسلمين. قد تكون هيبة، هي مأساة لشعبنا اليوم، ولكن قد تكون رأس مال للاستماع التاريخي والحضاري فيه. ولهذا الغربيون الآن عندهم معزق، كيف؟ هل نأتي القوة عمل من خارج العالم الإسلامي؟ أي من أمريكا اللاتينية المسيحية؟ من أوروبا الشرقية؟ أوروبا الشرقية أكثر شيخوخة في الشيوعية، قتلت الأسرة أكثر من الليبرالية، وبالتالي انهارت الأسرة في العالم الشرقي، في روسيا وفي يوغوسلافيا ورومانيا، كل أوروبا الشرقية الشيوعية انهارت فيها الأسرة باسم تحت مظلة الإلحاد. وبالتالي في التناقص الديموغرافي في أوروبا الشرقية أخطر من التناقص الديموغرافي في أوروبا الغربية. وبالتالي لا إمكانية لإحلال قوة العمل إن أرادت أوروبا الشرقية أن تصدر، لا يمكن لها أن تصدر قوة سكانية إلى أوروبا الغربية.
هل يمكن أن نأتي بأمريكا اللاتينية؟ الرأس مال الأوروبي رأس مال نفعي أناني، كما هي المرأة والأسرة في الغرب. ما السبب في خراب الأسرة؟ هو أن كل واحد يريد أن يعيش لحظة. وتحت شعار الثورة النسوية في ستينات القرن الماضي أدى إلى خراب الأسرة في الغرب. قرار تام، لا تريدين أطفال، أنت حرية بدون أطفال، تصرفي في جسدك كيف شئت، تزوجي ليتزوج رجل رجل، ليتزوج امرأة امرأة. هذه الشعارات أدت إلى خراب البنكات والسكان في الغرب. تخيلوا معي لو أن الغربيون كلهم تزوج الرجال ورجال والنساء ونساء، ماذا سيحدث؟ صفر في التناسل. وهذه الثورة كانت نسوية في ستينات القرن الماضي، هي التي أدت إلى الكارثة في أوروبا. وبالتالي الغربيون يقولون لا تعيش، لا تعيش تعاسة وعذاب تربية الأطفال، أريد أن أعيش حرا وليكن الطوفان فيما بعد. يقولون لنا إنكم ستنقرضون، لا يهم. فهو لا يفكر بوعي المستقبل، حتى الرأسمال الأوروبي لا يفكر بذلك. يقولون لنا إنكم إن لم تأتوا بالقوى العمل المسيحية من أمريكا اللاتينية التي تتلاءم معكم في العقيدة قد يؤدي. لا يهم، أريد الربح الآن، لا يهم الطوفان فيما بعد. فالوعي التاريخي غير موجود عند القوى وعند المجتمعات الغربية اليوم، وهذا أدى إلى هذه الكارثة. إذا يبقى أن الحل الرخيص الذي يمكن أن يحقق الربح لرأس مال ويصون عمران في الغرب هو القوى الإسلامية، القوى العدلية والدينية، أقصد من الضفة الجنوبية الشرقية ومن المسلمين الذين أصبحوا مواطنين في الاتحاد الأوروبي. لكن هنا يوجد مشكلة. الغربيون يعيشون الإسلاموفوبيا، بمعنى هم يريدون قوة عالم رخيصة وقريبة، ولكن لتحقق أكبر ربح ولتحقق استقرار العمراني الغرب، ولكن يخافون أن تنتهي بأسلمة أوروبا. هذا خوف. طبعا أنا أقصد، أنا أعرف، نقول بأن خوف موضوعي، كما نحن نخاف على كياننا وهويتنا، فهم أيضا يخافون على كياناتهم وهويتهم العقدية والفكرية والحضارية فمن حال لا مشكلة. أنا في تقديري بأننا نحن، وأقصد الصف المفكر الإسلامي، عليها أن تنتج حلولا حضارية لهذه القضية، عليها أن تفكر في مخارج حلول استراتيجية. من المخارج التي أقترحها أن نبني حوضا حضاريا متوسطا، حوضا حضاريا برأسين، رأس حداثي ورأس إسلامي، ولكن فيه زواج بين الإسلام والحداثة. في المساحة التي تمثل 70% من التوافق بين الإسلام والحداثة، تمثل فرصة لبناء حوض حضاري جديد يتم فيه التوافق بين الحداثة والإسلام، ويعطينا إمكانية بناء حوض وبحيرة حضارية جديدة في تاريخ البشرية، اسمها الحوض الحضاري الإسلامي الحداثي، أو سميها أنا لا أقصد. بمعنى هذه لكم حداثتكم ولنا دينكم، لكن لنعمل في القاسم المشترك الحضاري الذي يمثل 70%، لنعمل فيه بالتشارك بالشراكة الحضارية في المتوسط، ينتهي بإنقاذ بحيرة الاتحاد الأوروبي من أو الضفة الشمالية الغربية من المتوسط من انهيار الحضاري، ويساعد الضفة الجنوبية الشرقية على النهوض الحضاري. وفي تقدير بأن هذا الأمر إذا كان حلم أقوله لكم، لكن لا بد من هذه الأحلام، لا بد من هذه الأفكار الجديدة التي علينا بلورتها. بل أنا أقترح الآن سيرة أو فكرة قد تكون صائبة قد تكون خاطئة، لكن لا بد أن نبدع أفكارا استراتيجية لحل المشكل الذي ينتهي بترديد الخوف والشك بيننا وبينه، ينتهي ببداية دوبان الإسلاموفوبيا في الضفة الشمالية الغربية ودوبان الغربوفوبيا في الضفة الجنوبية الشرقية. لابد بمعنى آخر، لابد من وقف الصدام الحضاري بين الإسلام والغرب. هذا الصدام الذي امتد أكثر من ألف سنة منذ 1095 وهو الإعلان عن بداية الحروب الصليبية، إلى الآن نعيش صداما حضاريا بيننا وبينها، أدى إلى هدر المادة الحضارية بحجم لا مثيل له.
نحن لم نقم بدراسات تاريخية للمادة الحضارية المهدورة في المجال البشري وفي المجال الاقتصادي وفي مجال الوقت وفي مجال بيننا وبينهم، لم نقم بهذا. فلا بد من وقف الصدام، وهذا يتطلب تبني أسلوب التدافع الحضاري. فالحوار الحضاري هو تدافع، لكن التدافع المطلوب اليوم بيننا وبينهم هو التدافع التعاوني بيننا وبين الغرب، وهو شرط لإمكانية أن نبدد الخوف عندنا وعندهم وننقذ الاتحاد وننقذ منطقتنا الجنوبية. في نفس الوقت وبأختم أقول هذا أيضا يتطلب منا نحن المسلمون أن ندخل في تعاون استراتيجي مع الحضارات الشرق، مع الحضارة الكونفوشيوسية الآتية لا محالة وفق قوانين التاريخ، الحضارة الهندوسية الآتية لا محالة وفق قوانين التاريخ إن لم تتغير قوانين التاريخ، فهي آتية للقيادة الحضارية في منتصف القرن. الفيل والتنين آتيان للقيادة. هل سيكون لنا نحن المسلمين أو الهلال الأخضر الإسلامي سيكون لنا أيضا نصيب في قيادة الحضارة في منتصف القرن؟ يجب أن يكون لنا، لأننا أمة عملاقة في التاريخ، ولا يجوز لنا أن نكون على هامش الحضارة والهامش مجرى التاريخ في القرن 21. لا بد أن يكون لنا وجود. نحن لسنا قبائل في أضلاع الأمازون يمكن أن تندمج سلما في الحداثة والحضارة الغربية، لا يجوز، لأننا كنا نقود العالم لأكثر من 8 قرون. لا يجوز أن نكون على هامش مجرى التاريخ، لا بد أن نكون نسبح في مجرى التاريخ ولو بمقدار. نحن لا ندعو أو لا ندعو إلى قيادة المسلمين للعالم، لا، نريد أن يكون لنا نصيب في القيادة الحضارية لجانب الهندوس ولجانب الكبور، ومنها أيضا أن ندخل في حوار حضاري مع الشرق، لا صدام حضاري لا قدر الله، أن ندخل في صدام مع هولاكو الصيني ومع شينكس خان الهندي في القرن 21 ستكون كارثة حضارية للمسلمين. لا بد من وقف من الآن استراتيجيات والحوار حضاري مع الكونفوشيوس، الحوار الحضاري مع الحوض الحضاري الهندوسي، والحوار مع الحوض الحضاري الغربي. وأقول بأن حوارنا مع الحوض الحضاري الغربي قد يساعد الغرب على مواجهة التحدي الصيني والتنين الصيني والفيل الصيني الهندي الذي آتيان، قد نساعدهم أيضا أن نحافظ على توازن الحضارات خلال القرن 21. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم.